حابب تشتري سيارة جديدة من لبنان للسعودية والإمارات بطريقة سهلة؟ بدك تحصل على أفضل سعر وأوطى فايدة مصرفية؟ اختار سيارتك المفضلة على wheelers.me ورنا بأجدد العروضات من باقي الوكلاء ونتسهل عليك بعد أكثر. هلأ صار فيك تبعت طلبك فورا أونلاين لنتصل فيك وننصحك بالسيارة اللي بتناسب ذوقك وإمكانياتك. مستمرين بأوتوفوكس مع سانشوري موتور كومباني وكلاء هيونداي بلبنان. معنا جربنا ميس ديفا رياشي اللي هي سينيور كوربريت سيلز بهيونداي فيردا. كيفك ديفا؟ سافا انت؟ الجراند طراز عم ياخذ نسبة مبيعات عالية بالفترة الأخيرة ونجاح كمان كبير خاصة بالسوق اللبناني، وصارت كثير معروفة بالهيونداي. صح، يعني صغيرة فعلا كبيرة مثل ما بيقولوا، حجمها من برا بتحسها صغيرة بس من جوا هي من الأوسع ساعة بفئتها مثل ما بنعرف. مزبوط. لكم مبروك أول شيء، أوردز كتار أخذته الهيونداي بعام 2018. Thank you George. شركة الهيونداي أخذت أكثر من جائزة عالمية بال 2018، أخذت التوب سيفتي بيك بلس بال IIHS، البراند أوف ذا يير بال ريد دوت أورد، وأهم شيء إنه طلعت موست ريلايبل كار بال 2018 أسبر جي دي باور يلي هي شركة أمريكية كتير معروفة، طبعاً هول الأوردز كلهم موجودين على جوجل. لهالسبب هيدا زاد البراند فاليو بهيونداي 3%، وصلت البراند فاليو ل 13.5 بليون دولار، 13.5 بليون دولار. أكيد لأنه دائماً هيونداي عم تشتغل على البراندز وعلى السيفتي بسياراتها، كل نيو موديل عم يكون عم يتقدم عن الأولد موديلز. هلأ اليوم نحن عم نشوف السيتي كار اللي هي كتير صارت معروفة الجراند، بدي بس دوي على شغلة إنه الجراند هي أكبر من الـ i10 وفيها سبيكس أكتر، لأن الناس أوقات عم تضيع بين الجراند وبين i10. هذه السيارة طلعت بست سيتي كار بلندن سنتين ورا بعضهم، غير إنه أخذت بالتوب كير بارغن أوف ذا يير كرمال البرايس فيرسس كواليتي وفاليو. مثل ما عم نشوف هالديزاين اللي كتير اوريجينال، هي اكبر سياره بهالكاتيجوري تبعها وفيها سبيكس اكثر من كل السيارات بهالكلاس. عم نشوف السبيشال الوي ويلز هلا عنا، عم نشوف كمان المود جاردز على جنب فور بروتكشن، البادي كولر عسل الابواب. نعم نعم، البادي كولرد هاندلز والمرايات، اكيد مراياتها كهرباء طبعا وبيسكروا على الكهرباء مع اشاره على المرايه. نحن في عنا كذا تريم جورج دائما بسياراتنا كرمال الكلاينت ينقي هو شو بيناسبه، في ياخذها هاتشباك وصندوق، سو الصندوق اكثر عم يروحوا عليها از فاميلي، الهاتشباك از انديفيدجوالز. هلا هون حنشوف الدي تايم رانينج لايت يلي بيعطي فيري نايس لوك مع الفوغ لايتس، والهكساجونال شيب جريل يلي هو السيجنتشر معروف فيه كثير هيونداي بكرازات جديده، سيجنتشر تبع هيونداي بكل ترازاتها يلي شكلها كثير حلو، وكمان بتخلي الاير فلو يفوت بالسياره بطريقه كثير ناعمه. وبنفس الوقت نحن عم نشتغل على النويز بسياراتنا كلهم، موضوع الام في اتش انه الشخص هو سيء ما عم يسمع ابدا ولا شيء، معزول كليا بالكابن، معزول كليا. خلينا ننتقل على داخل السياره نشوف شو فيها اوبشنز مهمه من جوا للهيونداي جراند. تعال على داخل الجراند، فعلا كنا عم نحكي قد ايه واسعه من جوا، متاكد الكاميرا هذا الموضوع. جورج سياره بتساع خمس اشخاص مرتاحين، مثل ما قلنا بهيدا الكلاس الجراند اوسع من كل السيارات الثانيين. عم نشوف هلا التاتش سكرين مع نافيجيشن وكاميرا، كل المالتي ميديا سيستم موجود بهيدي السياره من البلوتوث للاوديو ستيرنج كنترول للراديو سي دي ام بي 3 اي او اكس يو اس بي. اكيد فيها اربع شبابيك كهرباء، مرايات كهرباء في المركزي، الارم كمان، اتس تيبترونيك كار، هلا بنحكي اكثر عن بيرفورمانس الانجن، اي سي كمان من قدام ومن ورا، الديركسيون فينا نتحكم فيه، والمقعد تبع الشوفر كمان بنقدر درايفر يتحكم فيه مثل ما هو بيرتاح. سو مثل ما قلنا كل انواع الاوبشنز يلي ممكن الكلاينت يعوزها، ونحن كمان في عنا كذا تريم، سو شو بحب اوبشنز موجودين على ديفرنت تريمز. اوكي ممتاز، هذا كمان من ناحيه الداخل، وعم تشوف السبيس كمان بين كرسي الدرايفر والباسنجر اللي الى جانبه، الكونسول معمول بطريقه كانت كمان يكون في اكثر سبيس داخل السياره، فيري سبيشس كار، الهيد روم كمان والليج روم. صح. يعني بالنسبه للكلاس تبعها اتس ذا بيست. منتابع حديثنا معي ديفا ونوصل نحكي اكثر عن محرك الجراند. تابعي حديثنا مع ديفا عن الجراند من هيونداي، وبدنا نحكي محرك واحد اليوم بتصور سيارة موجودة. السيارة بيجي عليها محركين يلي هي أربعة سيلندر أو ثلاثة سيلندر، الثلاثة أكيد عم ياخذوها أكثر لقلب بيروت، والأربعة يلي بده يطلع طلوع. قد عم نحكي أربعة سيلندر اليوم لسعة المحرك؟ 87 حصان 1.25 لترز،
سيارة كتير نشيطة الجراند، معروفة قد هي نشيطة، تيبترونيك كار أكيد التيبترونيك بيعطيها بوش أكتر، والأهم شيء إنه مصروفها كبنزين كتير حلو، يعني هي معروفة انعرفت قد ايه مصروفها حلو كبنزين. ايضا لكن من ناحيه المصروف، من ناحيه الباور للسياره، سيفتي كمان برجع مذكر بتاخذ نقاط عاليه، توب سيفتي بيك بلس، واكيد نحن كثير بتركز هيونداي على السيفتي بسياراتها، ذاتس واي هالسياره فيها دول اير باجز اي بي اس اند اي بي دي. لكن سيفتي نقاط عاليه، من ناحيه الباور كمان لا باس، لهيك حجم سياره بتصور خاصه 1.25 منيحه كثير لها. بدنا نوصل للديل نشوف شو الستارتنج برايس اليوم للهيونداي جراند بسوق لبنان. اكيد صراحه نعرف اكيد الستارتنج برايس للهيونداي جراند بسوق اللبناني. ديفا بعرف في سبيشال اوفر عاملينه على السياره، حال الباكج على السياره عم بيكون سعر منافس كثير. مزبوط، سعرها للجراند از فيري كومبيتيتيف، وهلا كمان عاملين سبيشال اوفر سعرها 9999 مسجله خالصه على الاوفر، وزياده على انه عاملين اوفر في كاش باك بين ال 200 وال 600 دولار حسب اي ترم. اكيد يعني اتس فيري سبيشال اوفر، واكيد هذا السعر انكلودينج في اي تي وريجستريشن وكفاله على 6 سنين يلي هي لبنانز بيست وارنتي. صح، نحن كثير بنشجع الكلاينتس يجوا يعملوا تيست درايف على السياره لانه البرفورمانس تبعها كثير قويه، ضروري انه يجربوها. وبنفس الوقت نحن عندنا اكبر شوروم نتورك بلبنان جورج، اكثر من 21 شوروم، سو فيهم ينقوا اقرب شوروم لعندهم. وكمان نحن عندنا موبايل جراج 24/7، غير انه جراجنا بيفتح من الساعه 6 الصبح لل 6 بعد الظهر، سو بنشجعهم كمان يتابعونا على انستغرام وفيسبوك فور اور ليتست اوفرز. اكيد شكرا لوجودك معنا ديما، ونشوفك دائما بحلقات مقبله. بكره تابعونا بحلقه جديده نفس الموعد على MTV. مشاهدينا الى اللقاء. حابب تشتري سيارة جديدة من لبنان، السعودية والإمارات بطريقة سهلة؟ بدك تحصل على أفضل سعر وأوطى فايدة مصرفية؟ اختار سيارتك المفضلة على wheelers.me ورنا بأجدد العروضات من باقي الوكلاء، ورنسهل عليك بعد أكثر. هلأ صار فيك تبعت طلبك فوراً أونلاين لنتصل فيك وننصحك بالسيارة اللي بتناسب ذوقك وإمكانياتك.